نروح سالي لمساحة من الفن والجماليات، رح نكون فيها مع الروحانيات بين زخارف الخط العربي يلي بيحمل كثير من قيمنا وفكرنا وأدبنا وتراثنا الديني والمعرفي. رح نكون بإضاءة على هي الجماليات ونستحضر القيم الجمالية مع السيد أدهم فادي جعفري، وهو مدرس مادة الخط في معاهد دمشق. رمضان كريم، يسعد صباحك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير ورمضان كريم. يعني انت ضيفنا مو جديد، حضرتك من اهل البيت. يعني خلينا نحكي، الخط العربي له جماليه خاصه وله خصوصيه ايضا. بنشاهد يعني جميع السياح اللي بيجوا لعنا بس يطلعوا هيك حوالي مساجدنا يعني او كنائسنا بيلاقوا خط عربي، فله قدسيه وروحانيه. خلينا نحكي عن هيدا الروحانيه اللي بتمتلكها الحروف ولكن بزخارف مميزة. صحيح، اللغة العربية بين اللغات لغة مميزة. وأداء اللغة يأتي بشكلين، إما أداء لفظي أو أداء تدوين ككتابة. الكتابة هي الخط العربي بكافة أشكاله، إن كان كتابة يومية، كتابة معلومات، أو كتابة لوحات، أو كتابة المحاريب، أو كتابة الآيات. هذه الكتابة تستقي الجمالية من اللغة. فالعبارة تكتب بحسب معاني العبارة، يعطي الخطاط لهذه العبارة الألق، وخاصة كتابة الآيات القرآنية، قدسية القرآن الكريم واستقاء هذه القدسية ليكون الحرف بأعلى مستوى من الجمالية. وأيضا شيء جيد أن تطور هذا الحرف مستمر منذ أكثر من 1400 سنة، 1500 سنة. تطور هذا الحرف، كل جيل، كل خطاطين الأساتذة في كل عصر يأخذون من من قبلهم ويضيفون، فالخط دائما يتطور. وارتباط روحانية الخط مع رمضان. جميل. وهلأ سيد أدهم عم نشوف على شاشة الإخبارية السورية نماذج من الخط، ما بعرف إذا حضرتك شايف معنا. حابب تعلق عليه. تمام. نعم، بعض المصاحف، هذا المصحف مذهب، وبعض المصاحف طبعا. ارتباط رمضان بالقرآن الكريم ارتباط وثيق. نعم أكيد. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم. وأيضا كما نشاهد الآن هذه المصاحف، مصاحف بعض المصاحف عبر التاريخ قديمة، مكتوبة ومذهبة بالذهب الخالص. حلو. بعدة أنواع من الخطوط، طبعا كان قبلا بالخط الريحاني وبخط النسخ هنا. والخطوط التي كتبت بها المصاحف عبر التاريخ جميعها كتب جميلة جدا. في البداية كتب بالخط الكوفي إلى القرن الرابع الهجري، ثم تطور إلى الخط كوفي. بعد ذلك طبعا هنا ايضا المصحف، لاحظوا تزيين ترويس السور، اسماء السوره بخط الثلث. نعم، والايات بخط النسخ ومزخرف ومذهب بالذهب الحقيقي الخالص. نعم، بجماليه عاليه. بعد ذلك، بعد القرن الرابع الهجري، نعم اخذت انواع الخطوط التي تطورت في العصر العباسي والعصر الاموي. نعم، الاقلام السته، قلم المحقق والريحاني والرقاع والتواقيع، كتبت المصاحف بهذه الخطوط. نعم، بعد ذلك استقرت للكتابه بخط النسخ من القرن التاسع تقريبا الهجري الى الان، والمصاحف التي بين ايدينا بخط النسخ وهو أوضح الخطوط. صحيح. فالسرد القرآني إضافة إلى الوضوح، الجمالية، جمالية هذا الحرف الذي هو مدروس عبر التاريخ. طبعا خط النسخ والثلث بدأت بداياته هنا في دمشق في العهد الأموي وتطور عبر التاريخ وما زال يتطور وإلى الآن يتطور. فالخط العربي فيه جمالية وفيه روح، وكل خطاط يكتب بروحه هذه الأحرف الجميلة حتى نشاهدها بهذه الجماليات وهذه الألق العالي في الحرف القرآني وحرف الخط العربي. نعم،
يعني في تطور كمان عم نشوفه بجميع مجالات الحياة، ولكن يبقى الخط العربي أصيل ولكن يتطور مع رغم أصالته، يعني بطريقة ما رح نقول حديثة جدا ولكن بحافظ على رونقه. كيف نحن عم نواكب هذا التطور من خلال الخط العربي؟ الخط العربي خط متجدد، وكل وظيفة أوكلت إلى الخط العربي استطاع الخط العربي أن ينجزها. يعني عندما بدأت الكتابات، كانت الكتابات في محاريب المساجد، فأنشئ خط خاص لهذه الكتابات تناسب هذه النحت على الرخام وتزيين المساجد بهذا الشكل. وعندما كتبنا المخطوطات والكتابات الصغيرة أيضا، الخط العربي وجد له نوع جديد مناسب لهذه الكتابة. وكل مع التطور الآن، عندما بدأت الطباعة وبدأت الصحف والمجلات، أيضا الخط العربي وضع له أنواع مناسبة لهذا الشيء. والآن كمان نشاهد الآن في معايدات رمضان، كلنا نبحث عن الأجمل بالنسبة للمعايدة كي نوزعها. صحيح. يعني قليل جدا من يكتب بيده على أحرف الموبايل حتى يرسل، إنما يأخذ لوحة من لوحات الخطاطين الذين كتبوا هذه المعايدات الجميلة. وعندنا بعض الانسرتات يمكن بالنسبة للمعايدات أيضا. صحيح. سنشاهدها الآن. يمكن الحالة الروحانية يلي لما نشوف مكتوب بخط الثلث أو حتى النسخ، الحالة الروحانية يلي منشوفها بتعكس شهر رمضان الكريم. صحيح. خلينا هلأ حابين نشوف شيء من شغل حضرتك. رح نخطط شيء سوا على الهواء مباشرة. نعم، في نحن الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حلو. ارتباط رمضان بالقرآن الكريم. نعم. و نحن هون عم نكتب بخط الثلث. نعم. طبعا بخط الثلث كتبنا. ونكتب تتمه الايه بخط النسخ. ما بعرف اذا سامر فينا ناخذ بس يعني حتى طبيعه الورقه اللي عم تكتب عليها او طبعاً لونها مميز. في نعم لها معالجه طبيعية ببعض الألوان. ألوان خاصة؟ طبعا ألوان خاصة وفيها يعني بعض التوريقات تحتها. حلو. اليوم سالي قديش مهم نضل محافظين على هي الكتابات وأنواع الخطوط، يعني بالمدارس نعرف قديش مهم موضوع. صحيح. اللغة العربية، ولكن الاهتمام بنربي جيل مهتم بالخط العربي وبالتخطيط، قديش برأيك هذا الشيء مهم؟ والله مهم جدا. و يعني وزارة التربية من اهتمامها بهذا الأمر في المناهج دائما موجود الخط العربي، وله محصلة من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثامن، محصلة في اللغة العربية. نعم. لمادة الخط والخط الجميل، وكل في الكتب موجودة، لكن نحن بحاجة إلى متابعة من المدرسين في دراسة الخط. صحيح. يعني كمان نحن عم نشوف هلا تغزو اللغات، طبعا اللغة الإنجليزية أو أي باقي اللغات هي ضرورية، ولكن دائما اللغة الأم هي اللغة العربية. صحيح. وكثير بنشوف إنه لغتنا اللغة العربية هي من لغة الضاد بالأولى، ومن يعني ما بالسهلة، ولكن من كثير العالم بتحب تتعلمها. صحيح. اللغة العربية لغة جميلة ولغة يعني متألقة ولغة مقدسة، فيها نزل القرآن باللغة العربية. وهذا يعني الاستمرارية التجدد في اللغة العربية ومواكبتها للتطور والحياة المعاصرة بالنسبة للتقنيات أيضا. خلينا نحكي كمان الكتابة بالتخطيط والكتابة بالخط العربي بيحتاج لأدوات معينة، لحبر معين عم تستخدمه حضرتك؟ طبعا بحاجة لأدوات معينة حتى أعطي الشيء الأفضل، فأنا بحاجة لإتقان في أدواتي أيضا. الأدوات متقنة أكثر كل ما تعطي نتائج أفضل. طبعا في المثل القائل
الغزالة الشاطرة وكذا، لكن هذا في حالات خاصة. أما لا، يجب أن يكون الأدوات خاصة ومتقنة وجيدة. من أفضل الأدوات حتى أعطي أنا شيء جيد. طلابة، خلينا نحكي شوي عن الطلاب، كيف عم يبلشوا؟ يعني دائما هيك بتختلف خطوطهم عن بعضها، في منهم لهم نظرة، في منهم خطهم جميل، في منهم عم يحاولوا يبدعوا، يعني كونك استاذ بالخط العربي. نعم. كيف هيك بنلاقي طلابنا الجيل؟ الحقيقة في نهضة جيدة في الخط العربي وفي تلمس لهذه الروح. سيد أدهم، قديش بالنسبة بالنسبة للطلاب واندفاعهم إلى الخط، الحقيقة الجيل الذي يعيش اليوم يعيش ماديات يعني عصر كثير. التكنولوجيا، عصر التكنولوجيا بعيد عن الروحانيات، فيجد في الخط مبتغاه والروح التي يبحث عنها. فكلما يعني في الدروس تجد أن الطالب فورا يسعى إلى تقليد الكتابة وإلى الاستمرار في التدريب حتى يعطي شيء جيد. نعم. هذه تتمت الآية. نعم. نرفع شوي لو سمحت دام الكاميرا. نعم. شهر رمضان بخط الثلث الذي أنزل فيه القرآن بخط النسخ. نعم. هدى كتير للناس. حلوين مع بعض. طبعا الثلث والنسخ هي من نفس العائلة، خط الثلث والنسخ من نفس العائلة، ودائما الخطوط يجب أن تتآلف أنواعها ولها صفات للخطوط. مثلا عندنا المحقق والريحاني مع بعض دائما، الثلث والنسخ بالنسبة لتركيب السطر، بالنسبة لشكل الحرف وتقنية الكتابة أيضا، هذا التآلف مهم جدا حتى أخرج بلوحة متوازنة. نعم. متناظرة، تعطي راحة للنفس عند ما أشاهد هذه اللوحة. لوحة طبعا لوحة الخط من اللوحات المميزة بالحركة. كيف يعني الحركة؟ عندما أشاهد لوحة من لوحات الخط، أول شيء أشاهد لوحة بشكل كامل، بعد ذلك يجب أن أقرأ، فعندما أقرأ أستشعر تحرك هذه الأحرف وهذه الكلمات حتى تعطي المعنى في نفس القارئ. نعم. فتضفي الجمالية مع المعاني العالية التي تكون في اللوحة، إن كانت آية قرآنية أو كانت شعر أو حديث نبوي أو حكمة من الحكم. تمام؟ يستقر بعد الجمالية التي يراها الإنسان بعينه، تستقر جمالية أيضا في فكره وتتقد فيه أفكار جميلة و تثمر فيه أخلاق. نعم. عالية وأخلاق جيدة. نعم. نعم. سيد أدهم، كل شيء في جماليات وروحانيات، دائما بنقول بيكون في ملكة، في موهبة. خلينا نحكي اليوم، أي شخص قادر اليوم يتعلم التخطيط والكتابة بالخط العربي؟ والله الحقيقة في عندنا بالنسبة لهذا الأمر مراتب. يجب على كل الناس، كل من يمسك القلم، أن يكتب بخط جميل. نعم. خط العادي البسيط. لكن الاستمرارية والتخصص أكيد يعني في بعض الناس عندهم ملكة أعلى. ملكة أعلى يجب أن تكون موجودة حتى يصبر على هذا الفن وتدريب على هذا الفن. تدريب الخط يعني بحاجة لاستمرارية وصبر طويل. أما البداية لا، يجب أن كل الناس أن يكتبوا بخط له صفتين، صفة الوضوح والجمالية. يجب أن يكون الخط واضحا وجميلا. انت انا من الاشخاص المستثنية، ابدا ما راح يمشي الحال، لانه لا ان شاء الله خطك حلو نايرمين. لا لا ما وجدت انا اي شخص، اي انسان كان خطه سيء، الا يعني بعض تدريب. الملاحظات تدريب. بعض الملاحظات صار جيد. نعم. يعني هي ملاحظات منطقيه، يعني الخط علم فني فطري منطقي. صحيح. ما في شيء غريب، ما في شيء يعني، انما جماليات، توازي للالفات، يعني هذه. نعم. الامور كلها يعني فيها. نعم. مثل ما ذكر الاستاذ. نعم. ادهم، الخط الكبير والواضح والظريف، خاصه اللي كانوا بالمدرسه بدهم يتنقلوا، كان يفيدهم. نعم. هذا الخط الواضح. بدنا نتشكرك كثير، نتشكر وجودك معنا، نتشكرك هيك على كميه الفن اللي هيك كانت ضمن فقرتنا الصغيره. بدنا نعايدك، نعايد عائلتك الكريمه. ان شاء الله كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم ومبارك عليكم ان شاء الله جميعا. الخطاط ادهم فادي جعفر.
شكرا لوجودك معنا ولكل المساحة الجمالية اللي زودتنا فيها اليوم. شكرا لكم. شكرا لك.